بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، بدينا برحلة 3000 ميل. دائما يا أخوان في السفر وفي الحل والترحال برا وجوا وبحرا ما ننسى دائما دعاء السفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. بالنسبة للرحلة يا أخوان، حيكون إن شاء الله خط سيرها بمشيئة الله تعالى ابتداء وانطلاقا من مدينة جدة باتجاه الشمال إلى شمال المملكة العربية السعودية، مرورا بينبع وأملج، وبعدين إن شاء الله الانطلاقة إلى المدن الشمالية الأخرى مرورا بضبا، وبعدين إن شاء الله بنمر بمنطقة أو مدينة نيوم الحالمة، هذه المدينة الساحرة المستقبلية للمملكة العربية السعودية وإخوانها الأردن ومصر. بعدين إن شاء الله راح ندخل الأردن مرورا بالعقبة، وادي رم، البتراء، البحر الميت، عمان، شمال الأردن، شرق الأردن، مرورا بمنفذ الحديثة، ونزولا إلى القريات، حائل، العلا، المدينة المنورة، جدة. حتكون المسافة المقطوعة لرحلتي إن شاء الله هي 3000 ميل، 4500 كيلو، بمعنى أن الميل يساوي 1.6 كيلومتر. راح نزور إن شاء الله الأماكن التاريخية والمواقع التاريخية واللي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، وبعدين راح نبهر الرحلة إن شاء الله بزيارة الكثير من المعالم والمواقع السياحية في مدينة الأردن الشقيق. راح تكون إن شاء الله مدة الرحلة 14 يوم إلى 15 يوم. عدد المواقع اللي راح أزورها أكثر من 50 موقع سياحي وأثري. المشاكل والصعوبات اللي راح أواجهها ضيق الوقت، وعلى هذا الأساس أنا ما راح ألجأ إلى الفنادق وإلى أماكن السكن والإقامة والاستجمام. راح أركز على أنه المسيرة هذه تكون متواصلة طيلة 15 يوم هذه، وراح أتنقل فيها من موقع إلى موقع. كيف قدرت أحل مشكلة السكن ومشكلة أني أقدر أقطع المسافة الطويلة هذه وتغطية 50 موقع أثري وتاريخي بدون تأخير وإنجاز دائم بالمهام؟ أول شيء سويته أن أنا جهزت السيارة تجهيز كامل بالنسبة للأجهزة اللي راح أحتاجها في الرحلة. هنا حيكون الجهاز الاتصال بالإنترنت واستخدام الخرائط، وهذا الجهاز المتصل بالأقمار الصناعية في حال أنه أنا فقدت أي اتصال بالواي فاي، ممكن راح أستخدم النافيجيشن غارمن، وهذا هو الواي فاي اللي راح إن شاء الله يوصل إنترنت لكامل السيارة بكامل الأجهزة، ومنها إن شاء الله اللابتوب اللي راح أستخدمه إن شاء الله للمونتاج وبرضه للترفيه واستخدام المواقع اللي تنقل المباريات والأخبار العربية والعالمية. بمعنى أني راح أستخدم إن شاء الله خيمة للإقامة والنوم والراحة، ما راح تتعدى ساعات الراحة أكثر من 5 ساعات يومياً. أعرف أنه هذا الشيء غير صحي، لكن على أساس أقدر أنجز مهمتي وأقدر أغطي جميع المواقع واجتياز وتجاوز هذه المسافة الطويلة جداً في خلال 15 يوم. وبما أنه الآن موسم صيف وإحنا على قولهم في شهر سبتمبر، درجة الحرارة الآن زي ما تلاحظون
37 درجة. بالنسبة للإقامة في خيمة حتكون صعبة، هذا غير المخاطر اللي راح أواجهها في أنه أنا أنصب خيمتي في الأرض وأنام في الأرض، ممكن أتعرض للدغات العقارب والثعابين وباقي الحشرات. وشلون حليت هذا الموضوع؟ نصبت خيمتي فوق سيارة السيدان. أنا قدرت أحل المشكلة هذه بأنه أنا أنصب خيمتي فوق السيارة، أركب شبك مخصص للجيوب 4x4، تخيلوا يا جماعة الخير، وعانيت مشاكل كثيرة في أني أنا أركب هذا الشبك فوق السيارة. أشرح لكم إن شاء الله قدام، بس أوقف في مركز خدمات وأشرح لكم كيف قدرت أركب الشبك فوق السيارة، وهذا هو الشبك اللي ركبته واللي راح يكون سريري في الرحلة. أنا راح أنام فوق إن شاء الله، وقدرت أجيب لباد اللي هو الفلين 15 سنتي، دبلته في 3 يعني 45 سنتي فلين مقوى، حيكون على قاعدة الشبك على أساس أقدر أحط الخيمة فوقه وأنام فوقه. قدام إن شاء الله بمشيئة الله راح أوقف في مركز الخدمات وأشرح لكم كيف قدرت أركب شبك الجيب 4x4 في سيارة سيدان سقفها بانورامي من القزاز. أكبر تحدي واجهته على أساس أنصب الخيمة فوق السيارة أنه أركب شبك حق جيب 4x4 تقريبا مترين في مترين. مشكلة سيارتي أنه بانوراما، كامل القزاز بانوراما، وتعبت وأنا أدور محلات الأكسسوارات حقت السيارات ومحلات الزينة على أساس أقدر أقنع واحد يركب لي شبك بالفكرة اللي في راسي. كلهم يرفضون لسبب أنه هذه القاعدة هذه مكانها الصحيح هنا، فبما أنه سقف قزاز فمن المستحيلات أنه هذا يركب على سيارتي أنا. فقلت له رجع لي القاعدة هنا على الضلع وجيب لي القاعدة هذه ركبها جوا. قلت له دق لي مسمار هنا ركبها جوا. لف يمين يسار يقول يا عم أنا ما يصير. قلت له جرب على مسؤوليتي، فرجع لي القاعدة هذه تقريبا 10 سنتي وصار الضغط على هذا ونزل لي القاعدة هذه، ركب لي اياها من جوا ودق لي المسمار في البودة حق السيارة وشديناه شد محكم وقدر يركب شبك حق جيب 4x4 بسيارتي أساس أقدر أركب الخيمة. ما شاء الله قوي. مشكلة السقف أنه كامل بانوراما قزاز، فهذه هنا الصعوبات اللي واجهتها أنا والمهندسين. وقفت الآن للاستراحة وشغلت قناة العربية الإخبارية مباشر أتفرج عليها وأرتاح شوي من عناء الطريق. تخبرون الثلاجة اللي استخدمتها في رحلة 2500 كيلو في أندونيسيا قطعتها بالدباب. شوفوا هذه، هنا بطلع لكم مقطع بسيط. هذه الثلاجة تخبرونها السوداء، جبت مثلها في هذه الرحلة لكن حجم أكبر. ما شاء الله صناعتها ألمانية وتحفظ الحرارة، درجة الحرارة ساعات طويلة على أساس أسوي فيها الشاهي والقهوة. هذه شريتها كله خصيصا لهذه الرحلة، قهوة عربي. هذه قهوة عربي كريمة فيها بن وهيل وزعفران وزنجبيل وعويدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن لا ننسى أن التوقعات الأصلية كانت تشير إلى عجز أكبر بخمسين مليار ريال. التاريخ بشكل عام هو عبارة عن حلقات زمنية متصلة في بعضها. الآن احنا في التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري، وقبل التاريخ الميلادي أو ما قبل التاريخ الميلادي اللي يسمى بالتاريخ اللاحق كان يقاس بالقرون كما كان يذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، علما بأن المصطلحات الزمنية والكلمات الزمنية اللي احنا نعرفها الآن هي دائما سنة وشهر ويوم وساعة ودقيقة وثانية. احنا نقرأ في التاريخ ونقرأ
في كتب الحضارات أنه كان في القرن الفلاني، في الألفية الفلانية، في القرن السابع ما قبل الميلاد، في الألفية الأولى. هذه كلها مصطلحات زمنية نقرأها وما نعرف حجمها الزمني أو كم مدتها الزمنية بشكل صحيح. الآن أراجع معاكم بشكل سريع المصطلحات الزمنية. لنفترض أن القرن هو عبارة عن 100 سنة، والعقد هو عبارة عن 10 سنين، والألفية هي عبارة عن 10 قرون، بمعنى أن الألفية فيها 1000 سنة. والكثير مننا يخجل أنه يقول عمره للناس إذا أحد سأله كم عمرك، وخصوصا من النساء، فدائما تخجل من الإجابة من هذا السؤال إذا كان عمره متقدم. حتى أن المصطلحات الزمنية الآن ممتازة جدا للاستخدام النسوي، أو بمعنى أنه الحريم يخجلون دائما يذكرون تاريخ ميلادهم أو عمرهم، فهذه ممكن تكون وسيلة للهرب من الإجابة، بحيث أنه تجعل السائل يقع في حرج كبير أنه ما يعرف يستخدم هذه المصطلحات لحساب عمرها. على سبيل المثال، أنا عمري الآن 4 عقود، أبي أصعبها أكثر، عمري قرن ناقص 6 عقود، وعليكم الحسبة. الكل يعرف أنه منبع البشرية أو بداية البشرية كانت انطلاقا من الجزيرة العربية، حيث أن الله سبحانه وتعالى أنزل آدم عليه السلام للأرض وخلفه ب24 نبي، يعني عدد الأنبياء اللي أرسلهم الله سبحانه وتعالى للبشر كانوا 25 نبي ورسول. والله سبحانه وتعالى أرسل 25 نبي، بدأهم بآدم عليه السلام، ثم إدريس عليه السلام، ونوح، وهود، وصالح، ولوط، وإبراهيم عليه السلام، وختمهم بالأنبياء اللي هم موسى وعيسى، وآخرهم كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى ذكر بالقرآن الكريم الفروقات الزمنية بين كل نبي ورسول بالقرون، ولا حددها بالأيام ولا بالأشهر، كان يذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وفرق بينهم بمصطلحات زمنية متباعدة جدا وقاسها بالقرون، ولا فيه هناك كلام يؤكد أن هناك سنين محددة ومعينة بين كل نبي وبين كل رسول. ومسيرة تطور الإنسان كانت قبل العصر الحجري، وكان يطلق عليهم زمان أسلاف البشر. ومن العصر الحجري كان ينقسم الإنسان إلى قسمين، القسم الأول الهومو، والقسم الثاني اللي هو الأوستر ألوبيتكس. ومن هذا النوعين تفرع الإنسان لثلاثة فروع وتشعبت عبر باقي دول العالم. وبالنسبة للبداية البشرية في الجزيرة العربية كانوا ينقسمون لعدة أقسام. أول قسم كان يعيش في الجزيرة العربية اللي هم العرب القدماء، العرب البائدة، ويتفرع منهم عاد وثمود والعماليق وجرهم وغيرهم. والعرب القدماء اللي هم العرب البائدة انتهى زمنهم قبل ظهور الإسلام، وأتى بعدهم العرب العاربة القحطانيين بن سام، المتفرعين من صلب نوح عليه السلام النبي رقم 3. وبعدها تشعب العرب وتفرع أكثر في العرب المستعربة، وهذولا كانوا من صلب سيدنا إسماعيل عليه السلام النبي رقم 8. وانتشر الإنسان في الجزيرة العربية إلى أطراف باقي الدول والقارات حول العالم. وعشان لا أطيل عليكم بالكلام كثير، أترك لكم الآن الخريطة اللي توضح بداية البشر في الجزيرة العربية وانطلاقهم منها إلى باقي دول العالم. نطلع للخريطة ونكمل مسيرة.
الله 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 الله. أنا في قلعة أثرية يا جماعة الخير، لها تقريبا أكثر من 750 سنة. هذه القلعة انبنت في العهد المملوكي، العهد اللي سبق العصر العثماني ب 300 سنة. انبنت هذه القلعة في البداية أساسات عبارة عن 4 أبراج، ولم يكتمل البناء، وجاء بعدها سليمان القانوني عام 968 وأمر بتكملة بناء هذه القلعة الاستراتيجية الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر. طبعا القلعة هذه انبنت لأسباب عدة، أولها حماية خط قوافل الحجيج الممتد من الشام ومصر إلى الحجاز، وطبعا لحماية أموال التجار والرعاية وحمايتهم من الفساد ومن قطاع الطرق. هذه القلعة انضربت في الحرب العالمية الأولى عام 1331 للهجرة، بسبب أنه كان بداخلها مدافع تركية وانضربت من قبل الجيش البريطاني، وأحدثت عدة تلفيات في الواجهة الشمالية والواجهة الغربية. يا ليت نقدر ندخل حقيقة للقلعة، لكن ممنوع دخولها.